كندورو وسط المتحف ياك. شو ما تلاقينا هاد البنت راه حتى هي صور هادو وسط المدينه القديمه تتلقى حبس تحت الارض. واحد البلان بان لي في تطوان عجبني هو ان مرحبا بكم في مدينه تطوان. في مدينه تطوان اخوتي كاينين بزاف ديال الثقافات اللي عاشوا تقريبا 200 سنه هادي قبل وعاشوا مع بعضياتهم وباقي الحضاره ديالهم وباقي المعمار ديالهم باقي عايش حتى لدابا. وهم الاندلس الاسبان المغاربه واليهود كاينين بزاف ديال الاحياء اللي احياء اسبانيه احياء اندلسيه احياء مغربيه بالطبع والاحياء اليهوديه وسط المدينه القديمه ديال تطوان. هاد الساحه هادي معروفه فيها القصر ديال الملك وهاد القصر من اجمل القصور في المغرب وتيجلس فيه الملك بزاف بزاف ومن احب القصور ليه في المغرب كامل. كانت تواجدوا في ساحة مولاي المهدي اللي فيها الكنيسة بلاطا بريمو ديال ريفيرا وهاد الكنيسة تشيدت في 1926 بعد الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان. الاحتلال ديال الإسبان لمدينة تطوان كان في 1880 ومن بعد فاش بيخرجوا من تطوان كان من الشروط ديال الإسبان هو بناء شي كنيسة. دابا كيجيو يتعبدوا فيها المسيحيين اللي كيتواجدوا في مدينة تطوان اللي كيتعتبروا شي 500 تقريبا ولا 600 نسام كتعتبر من أشهر المعالم الإسبانية في المغرب. دابا دخلنا مع المدينة القديمة. المدينة القديمة مختلفة على ديال طنجة بزاف مختلفة على كاع المدن حيت فيها واحد ماشي كيف ما تبنات المدينه القديمه ديال صويرة والمدينه القديمه مثلا ديال مراكش ماشي بنفس الطريقه وماشي بنفس الديزاين. دابا دخلنا مع حي الملاح وغادي نعاود لكم قصه ديال هذا حي الملاح في شكل ديال كنت واجدوا في حي الملاح. هنا كانوا عايشين اليهود. هاد اليهود مختلفين على اليهود اللي كانوا في الصويرة واللي كانوا في مراكش والمدن الاخرين. علاش؟ لان هاد اليهود كانوا هربانين من محاكم التفتيش ديال الاسبان. شنو هما محاكم التفتيش الاسبان بعد سقوط الاندلس فاش شدوا الحكم الاسبان كانوا اي واحد مسلم ولا يهودي كيقول له يا اما تدخل معنا للدين ديالنا المسيحيه ولا نقتلك. باسكم والله الا مسركني في مدينه قديمه وكنحاول نكتشف راه ما عندناش بزاف ديال المعلومات. ضرب شينا مع حتى الاخر لقينا عبد السيد واطوال زعما راه عرفتي خارج لشي قد. هاد الجامع اخوتي كتعتبر من اقدم الجوامع هنا في تطوان وتبنى في شي 1808 تقريبا على انقاض واحد الجامع كان صغير هنا وكيتسمى الجامع الكبير. ضرب شويه حيت كاين واحد السكات كبير في هاد البلاصه. كاينين التاريخ ديال تطوان كامل فيه بزاف ديال الصوار والناس اللي شاركوا في تحرير مدينه تطوان. المهم عامر تاريخ عامر اسميتو كاين الالبسة كاين السلاح كاين الناس التصاور ديالهم عامر تاريخ صراحة. كندور وسط المتحف ياك شو ما تلاقينا هاد البنت راه حتى هي صويرية نعتبروها صويرية ياك صويرية الدري صويري صديق ديالي راه تا هو تلاقيش مع هذايا جات تلاقي ديال وقع النار وجمعنا على يوتيوب ياك عاقل عليها والله الا عقلت عليها الله يحفظك والله الا فرحان فاش تلاقيت معاكم حتى حنا والله شكرا نشوف الناس تاع صويره بحال هكا والله شحال الله يعزكم الله يعزكم شكرا بزاف شكرا بزاف شونتي ماوسي شونتي كنا في هذا المتحف هذا تلاقينا واحد السيد هي سيكيورتي وحق الله الى الحلاوه عرفتي شرح لنا كل شيء طلعنا للفوق ورانا تطوان عطانا الدليل ديال المتاحف في المغرب عطانا بزاف ديال المعلومات واحد السيد الله يعمر هذا هي سيكيورتي ولكن في شكل وعنده واحد الخطر عرفتي واعر. هذا البلان مشهور في تطوان بزاف المهم ندوقوا شوفوا كيفاش داير بقينا فيه شي صوص وكاشير الزيتون شي لعبه اخرى ما عرفتش واحد المعلومه يلا عرفتها زعزع راه صنع تطواني هو جابو لنا الشريف اول مره بان زعزع راه بان في تطوان. هذا اللي كتشوفوه راه حبس تحت الارض بحال سجن قاره تقريبا بحال سجن قاره. هاد البلاصه اللي فيها هاد السجن سميتها المطامر وهاد المطامر
معروفه في السيكتور معروف بالماكله بزاف. البلان الواعر اللي في المدينه القديمه ديال تطوان هي ان بحال شي متاهه ولكن في نفس الوقت ما كتجلاش، كتلقى الاتجاهات كل بلاصه كتلقى الاتجاه ديالها، خرج من هنا خرج من هنا، زعما مقاد هذا البلان هذا. هنا واحد الساحه فيها الناس تيلعبوا داك البارشيسين، البارشيسي راه مشهور بزاف بزاف، كلشي كيلعب. هاد البلاصه كتسمى القصبه، طلع على تطوان من واحد الجهه وكتبان لك عمرنا عرفنا تقدر من تطوان تبان لك مارتيل وتبان لك البحار يبان لك كلشي. جينا لهاد الساحه مشهوره تتسمى الفدان وكتطل على المدينه ديال تطوان. دابا تطوان مع جايه في وسط الجبال، كتمشي لواحد البلاصه تبان لك واحد الجهه، تمشي لشي بلاصه تبان لك جهه اخرى. هاد الساحه هادي كتعتبر متنفس القديم ديال وقت الاستعمار، كانوا الناس كيتجمعوا هنايا بحال داكشي متنفس ديالهم، وهنا في كانوا تيريحوا. تاسست هاد الساحه في 1918، تهدمات تقريبا في 1986، وفي 2015 عاود الترميم ديالها وداروا لها الديزاين الجديد، ودابا ولاو الناس تيجوا لها، واي سائح جا لمدينه تطوان ولا بد كيجي يزور هاد البلاصه الجميله. من بعد شدينا طاكسي والله ما حطه، طلعنا لواحد البلاصه كتسمى بوعنان، كتطلع على تطوان كامله تقريبا، فيها واحد الديكور واعر وكاين واحد الغابه تقريبا هنا زوينه. والمهم غادي نجلسوا في واحد القهوه نبارطاجي معكم الفيو. الصراحه شحال هادي ما شناش الغروب، اليوم كاين بواحد الشكل شكل عاوتاني مولفين الغروب، حنا مع البحار تيبقى تابعو تيهود، دابا كاين مع الجبل صراحه حتى هو ديكور زوين. وكنطلعوا على تطوان كامله ونشربوا واحد الكاس ديال اتاي، ضروري الا جيتي الشمال خصك تشرب كاس ديال اتاي، تيقول ليه كاس ذاتي بزبلو، تيكون سخون تيكون سخون تيكون حلو. دابا راه تمشي للدار تبي تقاد هذا زعما الكاس ذاتي ما يصدق ليكش بحال هكا، متيقن منها ما يصدق ليكش بحال هكا. وجربته وانا شحال من مره. ضربنا في واحد القهوه تقريبا 15 دقيقه، شفنا المنظر كي داير، كتبان من هنا مارتيل، كتبان تطوان كامله، كاين واحد الفيو واعر واعر الصراحه واعر، والسانسيت كيبان مع الجبال، عارف هادشي اللي كاين. غنهودو دابا على رجلينا، واخا كاينه شويه ديال الطريق ولكن غنهودو على رجلينا، شوفوا الدعوه كيفاش دايره، وكاينه حتى الطبيعه. دابا راه من هنا الجبال فهمتي، كاينين الجبال هكا دايرين بالبلاصه، ومن هنا كاينه المدينه، من هنا كامل وكاينه المدينه، ما حدك كتطلع وانت كتبان لك المدينه اكثر. الجبال تاع الطبيعه زوينه زعما. واحد البلان بان لي في تطوان عجبني هو ان الماكله رخيصه، الماكله رخيصه بزاف، سيرتو في المدينه القديمه رخيصه بزاف بزاف. دابا بحال هذا تقريبا 13 درهم، يعني ما تلقاهش في شي بلاصه اخرى في هذا الدرهم. كتنتهي رحلتنا في مدينة تطوان، وإن شاء الله غادي تكون رحلة جديدة، يعني مدينة جديدة إن شاء الله، غنمشيو نكتاشفوها، وبقوا معنا على القرص باش نمشيو نشوفوا البلان كيفاش داير في هذه المدينة الجديدة إن شاء الله.